السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على فضائح متعددة ليوسف بلايلي، يعني فضائح متعددة نهضروا صح. كاش وين بسبب يعني وين كاين قضيه ما تعقلوا لها، وين قال لك كان محقور، هو ما كانش محقور، هو بسبب العقليه تاعو، خاصه مي كان حداد ومنا وما عارف صوالح والاموال وصوالح وكل شيء. وهذه حقيقه غادي نقول لكم عليها، يسمعها بلايلي غادي الراس تاعو يدور كيفاش انا عندي هذه الحقيقه. يعني وين إيكارتيوا صايك من المنتخب الوطني، هذا الانسان ما كان والو، موراها الطرديه تاع الكوكايين، وين لعبوا كونتر العلمه، وكانت لانيفيرسير تاع اللعاب، وكانوا كاع في رحبه، فما كان معاهم حتى زين الدين فرحات كان معاهم. هذه هدرتها في وقتها هدرتها. وين هذا الاتصال وين اتصل به غوركيف، وزاد اتصل به الحاج محمد راوروا اللي ما بغاش يرفد عليه، وكانوا مقصرين في بوسفر، كانوا مقصرين، وكان معاهم هذا اللعاب هذاك اللي كانوا يقولوا له كرفاخال العرب بالخيصر، هذاك كان معاه. مي قال له رفد، قال له كاين لاغوش، قال له ما على باليش به، لاغوش يحكم. في ذاك الوقت وصلت الهضره للحاج محمد راوراوا باللي مي كنت تعيط له هاشتاغ، قال ما على باليش بيه وكاين لاغوش، وما على باليش غادي يحجروني، خاطر على في غولي ما غاديش، في غولي راه مصاب وقيله في ديك الضربه، مي كان غور كيف في غولي راه مصاب، عيطوا له باش يلعب، هو ما بغاش يروح مع ليكيب ناسيونال. ومي قال له بالخيزر، قال له كاين لاغوش، قال له الله ما على بالي، والله ما على بالي بيه، ما على باليش فماك. موراها راحوا لعبوا مع طويل، لعبت ليكيب ناسيونال، كي جاو الهضره دارت، وصلت عند الحاج وقول كيف يعني وصلت هي صحيح. وين بسبب عدم رده على الاتصالات قول كيف لتعويض في غولي والحاج محمد راوراوا، وين غضب من بلايلي وين وضعه في قائمة سوداء. الحاج غضب من بلايلي ويضعه في قائمة السوداء، يوسف بلايلي على اليسار، من يوجد اللعاب فريق اتحاد وين شعلنا الشروق في ذاك الوقت، وين نشرت وين يوجد لعاب فريق اتحاد العاصمة يوسف بلايلي في قلب الأزمة مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم والطاقم الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب كريستيان غوركيف، بسبب عدم رده على مكالمة المدرب الفرنسي الذي كان يريد دعوته لتربص الخوض في يعني، وكذلك المباراة أمام ليزوتو لتعويض غياب مفاجئ للعاب سفيان فيغولي، ما جعله محل غضب مدربه ورئيس الاتحادية الجزائرية، وقرر وضعه في قائمة السوداء للاعبين المغضوب عليهم. ومن بعد طرقت القضية تاع الكوكايين، وكشفت مصادر يعني عليمة وإن في ذاك الوقت شروق، بأن غوركيف لم يفهم سبب تصرف الصادر من عن النجم الاتحاد العاصمة، رغم أن اللعاب يعلم منذ بداية بأنه ضمن حساباته وقد يستدعيه في أي لحظة. بينما استشهد رئيس الفاب غضبا عن بلايلي بعد أن بلغ مسامعه ما قام به، حيث قرر وضعه في القائمة السوداء والتي تضم العديد من الحالات الانضباطية على غرار الحارس فوزي شاوشي والمهاجم نبيل غيلاس موشي، إلى أنه لم يتم استدعائه للعب مجددا لصفوف المنتخب الوطني، خاصة في حالة عدم تقديم مبررات مقنعة لعدم رده على المكالمة المدرب الفرنسي. ويثير بلايلي جدال منذ مدة، بالضبط منذ انتقاله للاحتراف في الترجي التونسي قبل 3 سنوات،
حيث غادره بطريقة سيئة بعد أن دخل في صراع مع مسؤولين الفريق بسبب إعلانه الرحيل على النحو مفاجئ رغم تألقه هناك. واستدعى الأمر تدخل رئيس الفاب السيد الحاج محمد راوراو شخصيا قصد حل النزاع القائم بين الترجي واللعاب، حيث حصل هذا الأخير على وثائق تصريحه. شوف الحاج كاع كيما هاك وكان معاونه، كاع كيما هاك الحاج ضربه قاتل قطري وكان صار له مشكله في مع الاخرى كيسموها مع هذيك تاع السعوديه، ودخل للحاج وري قال له الضربه تاع باباه ميجام دخل الدراهم الحدود وقضبوهم بغاو يدوهم له، ودخل للحاج ودار له هاك ودار له هاك وخلص لا صومب وفوت دراهمه. شوف كيفاش كاين بزاف امور، كاين بزاف صوالح الحاج عاونوا فيه، بصح الناس وين الاخر اللي مشي حق عليه هذاك مؤمن هو اللي قالوا كانوا حاقرينك، وقال كيسموه هذاك بالامريكا الحاج كاع ما كانش حاقر الغاشي، الحاج كان يعرف الناس، كان يبغي ناس عاقلين اللي يلعبوا بوله مشي يدوا ويجيبوا الهضره. عاك تشوف له هنا دروك راهي الهضره تخرج تروح للصحافه، جوار مع صاحبه في ايكيب يوصل الهضره لونترينير، اونترينير يوصل الهضره لفلان، فلان يوصلها بالهيها وهي رايحه. ها وين تروح؟ وين يثير بلايلي الجدال منذ مده وبالضبط منذ انتقاله الاحتراف في ترجي التونسي. سعى وين الحاج وين رغم ذلك وين الحاج وين تدخل رسمي شخصيا قصد حل النزاع القائم بين الترجي واللعاب، حيث حصل الاخير على وثائق تصريحه والتحق بفريق الاتحاد العاصمه في اغلى صفقه بالبطوله الجزائر يتقاضى حوالي 580 مليون سنتيم شهريا. ووصل بليلي إثارة جدال أيضا بسبب غياباته المتكررة عن تدريبات والتي لم تواجهها إدارة الفريق بصرامة وحزم لازمين. بليلي وين كان عنده لانيفيرسير تاع مع العالم على باليش، كان عنده لانيفيرسير تاع وحدة وين عطاه الطبيب في الياس ما عطاه 10 ملايين 10 أيام كل مليون بنهار، وعطاه إجازة تاع 10 أيام راح فوت لانيفيرسير تاع وحدة يعرفها ولا تعرفها ولا ما على باليش، راح اديها وراح لتونس فوت لا لانيفيرسير فماك في تونس. وعلى الصعيد المنتخب الوطني بقي بليلي خارج حسابات منذ مشاركته مع المنتخب الاولمبي بالدور المؤهل لاولمبياد لندن 2012 في عهد المدرب عز الدين ايد جودي، حيث لم يوجه له المدرب السابق المنتخب الوطني البوسني وعيد فايد المدعو دعوه رغم تعالي الكثير من الاصوات التي تطلب بذلك. ووقتها انتشر أنباء عن أن اللعاب مبعد لأسباب انضباطية وهي ذاتها التي يبدو أنها ستحرمه من تقمص ألوان الخوذ في مواعيد مقبلة، رغم أنه عاد إلى القائمة الموسعة للخوذ في عهد المدرب الحالي كريستيان وين عاود رده غور كيف، لكن ما لعاب هذا ما غالب عاب كاين سي تحمي حدا انا ما كاينش ما يدير اللعاب هادو اللعاب هذا ما بغاش كاع وين يرى اخر وين يروح ما يخليهاش مليحه. انا نقول لكم تاع الحاج محمد راوراو والله لا يعيط له ويعاود، كان قاعد مع ابن خيزر كانوا جماعه قاعدين كانوا جماعه، اللي جا واحد راه شارش يهرب لفرنسا حرق اللي كان قاعد معاه، يعني ديقة كبيرة وصايك وين كان قاعد معاهم ويعيط له ويعاود بالخيطر قال له الحاج قال له راه ورا يعيط له قال له خليه قال له انا قال له عندي لاكوش تحيا لاكوش قال له لاكوش هي اللي تهدر الكوش هي اللي تهدر. شوف كيفاش وكانوا خارجين الوعي، الدماغ كان في لا هولندا والجسم كان في وهر الميكان الحاج يعيط له. سمع الحاج راح وقيل لعبوا في لي زوطو ولا ما والله ما لا بالي وين لعبوا، مي جا الناس مع الحاج عرب اللي شكاين هيا قال له خلي لاكوش عندك كولها هاكا، ونهار اللي تعاقب وجرى له مع محامي تونسي منا، بصح باباه ما يهدرش الحق، باباه الهضره تاع التونسي والحاج عاونه وكلش جامي يهدر جامي، خايفين من بالباضي ولا ما عاد مين خايفين كاع.
خراب الماضي راه يحوس، راه يحوس على الحاج بكل طرق الى ما على بالكمش. انا نقولها لك، لما تنساو اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو باش ديما معكم جديد، وربي يحفظكم خاوتي. سعيدو.